تحوي محافظة المهرة العديد من الأماكن والمناطق السياحية والتاريخية التي اشتهرت وتميزت بها عن غيرها من المحافظات اليمنية الأخرى. من هذه الأماكن السياحية منطقة خيصيت بمديرية حصوين، وتعد أحد أهم معالم المديرية، فأينما يممت وجهك سيبهرك سحر المكان وجماله بساحله الذهبي الطويل والبيوت المعلقة على الجبال المحيطة بالمنطقة التي تدل على عمق منطقة خيصيت التاريخي. هذه المنطقة تعتبر منطقة أثرية قديمة، ويجوا زوار من كل حد من وصوب للاستمتاع بالمناطق الخلابة والسباحة والمنتزهات. وتوجد هذه المنطقة حوالي تقريبا من 300 سنة. جمال المنطقة المطلة على البحر جعل منها قبلة للسياح والزوار ومتنفسا للأسر التي تأتي من مختلف مناطق محافظة المهرة ومن بعض المحافظات الأخرى للترفيه والتسلية والاستمتاع. والآن بعد الكوارث والأمطار واللوبان وتكسرت كل الطرق وشبكة المياه، ونحن بحاجة إلى الدولة تساعدنا وتساعد المواطنين السياحية، بس تريد الاهتمام من الدولة، تريد الاهتمام من المسؤولين، تريد الاهتمام من رجال الأعمال. وعلى الرغم من المميزات التي تتصف بها المنطقة، إلا أنها بحاجة إلى العديد من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، إضافة إلى مشاريع استثمارية ترفيهية، مما يساعد على تطوير سياحة المنطقة وزيادة عدد السياح والزوار في المستقبل.